بهدف النهوض بالواقع الخدمي والمساعدة في تأمين الدعم وتوفير الأدوات الخاصة بعمل مجلس مدينة حسكة، قدم فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجموعة أدوات ومعدات مختلفة لمجلس مدينة الحسكة لاستخدامها من قبل ورشاتهم الفنية، ودعما للآليات التي تعمل في المجلس إضافة لأدوات خاصة بالنظافة والحدائق. ويعمل فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة على تمكين مجلس مدينة الحسكة من تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال توفير دعم من منظمات دولية متعددة، بما يمكن أو يمكن المجلس من امتلاك مواد أولية ومعدات بعد فقدان أغلبها نتيجة سرقتها ونهبها من قبل المجموعات المسلحة التي تعاقبت على السيطرة على بعض أحياء المدينة في وقت سابق. تم الاستلام العديد من العدد والأدوات والمعدات المقدمة من فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه المواد الهدف منها الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه. العديد من المواد هي عبارة عن عربيات دفش القمامة، عبارة عن إطارات وزيوت لمستلزمات العمل للآليات التي تقوم بترحيل ونقل القمامة، إضافة للعديد من العدد والأدوات في قطاع الصيانة، في قطاع الحدائق. الهدف من العمل مثل ما قلت لك هو الارتقاء بعمل الخدمي في مجلس مدينة حسكة على أكمل وجه نتيجة الاعتداءات من قوات قسد على العديد من الآليات العائدة لمجلس مدينة حسكة والبالغ عددها 136 آلية التي كان يقوم مجلس مدينة حسكة بعمله في قبل الأزمة بأكمل وجه. دعما لمجلس مدينة الحسكة قدم اليوم فرع الهلال الأحمر العربي السوري معدات لأقسام مجلس المدينة كقسم الحدائق، تم تقديم مرشات مبيدات بالإضافة إلى مناشير ومقصات ولوازم يدوية لزوم العمل في قسم الحدائق، بالإضافة لما تم تقديمه في القسمية الصيانة والصرف الصحي من أدوات تضمنت ترانس الحام وزيوت للمحركات وزيوت هيدروليك. تم تقديم في مراحل سابقة أيضا مواد معدات بالإضافة إلى آليات لدعم مجلس المدينة في خدماته ضمن مدينة الحسكة، وذلك طبعا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.